كرة قدم. أنا حبيت فقط نبدي رأيي. سي ناجي جويني الناس كل استبشرنا الحقيقة ونعرفوا اللي هو سي كيلكان دو كومبيتون ونفتخروا بناجي جويني في وجوده في فترة من فترات اللي هو كان يشرف في قطر على قعد تقريبا قداش عام 6 7 8 سنين أكثر فوق العشر سنين. لكن نحب نقول سي ناجي كان في قطر راهو في التسير كرة في قطر تنجم تسيرها حتى انت سايق على سايق وقاعد في كرسي قطر لا فما ضغط ولا فما جمهور ولا فما شكون يسال على الاربيتر شكون ما فما هذوما الحاجات الكل مش موجودين تعين الاربيتر تدخل هو محمد علي يعرف الاربيتر تراه نارت الماتش ما تعرفوش اصل حتى شكونه انا عادل حسيته انه سيناجي كل لطف سيناجي حسيته جاي متحلف شويه برش كانه معناتها سيناجي جاي واحنا عندنا في القطاع التحكيم كيف ما في القطاع الرياضي بصفه عامه عندنا مشاكل كبيره والمشاكل تاعنا في قطاع التحكيم سيناجي يحب يحلها في وقت قصير وهي تتطلب وقت طويل ووقت كبير وكل شيء خاصه في فترة نتاع في فترة نتاع نهاية موسم وفراغ يعني فراغ مسؤولية في فترة نتاع نهاية موسم أنا حسب ما قاعد نشوف فما في الفترة ذي الحقيقة فما ضغط كبير على الحكام الحكام كل مضغوطين تحسهم هذا نشوف معك نشوف تهديد واللي يعمل والمش عارف يا سي فريق عندك 15 اربيتر في جمعتين لا ما ننساش هذه معاك 15 اربيتر في جمعتين تضربوا 15 لأنهم مش حاضرين بدنيا لا 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 يحكي لكم على الضغط يحكي لك على الضغط والجو العام 15 اربيتر تضرب على خاطر على خليك كمل الفكره نتاعو على خاطر الميساج اللي قاعدين يتعدوا الاربيتر تغلط تتكا اوت لقصة الحقيقه ما فماش كل منحسش لا لا منحسك منحسك الكورسين الإيجابية فما برشا إيجابيات وشنو المشكل وكان غلطنا هو عندنا الفار ونحاول نعاون كل واحد يحاول من مكان خاطر اليوم الحكم التونسي باش يكون قدام عنده مشكل ساعة اللي الفار باش يعمل له بريسيون وعنده البريسيون بتاع الشكوك بتاع الأجواء وبتاع الشكوك هذه كل شيء وحتى على مستوى الفرق الكل قاعدة تشوف الحكام اللي هما ما فماش الحكم النزيه والحكم اللي باش يعطيني حقي وكانوش موجود واهم نقطه بالنسبه لي انا سي عاد سمعتها من عند ابو بكر الحناشي الحقيقه انا ما نعرفش قال الحكام بدنيا بعاد تعبينا ايه سمعت بعاد يزفروا غدوه بعد غدوه قال بدنيا قال رام الحكام في الفترة اللي كانت فيها مارش قال ما كانوش يتدربوا هون نلوم الحكام ما عندهم سيرانات لا نلوم الحكام ما ينجم يجري في بانفور صحي مغلوم يقول لي انا اليوم الحكام بدنيا مش حاضرين انا شخصيا يخوفني يقول غدوه الحكم اللي بدنيا مش حاضر ينجم يغلط في اي قرار مثل حكيت هذوما كلهم فارغين راهو نتاع الفار وهو ما نقزموش نوع من الشغل يا عادل لا لا عادل عادل فبالتالي 12 كاميرا اليوم باش تغطي المباريات وباش تعطيك فار من كل الزوايا كمان بدنيا مش حاضر منصوص في المورال نتاعو راهو هذوما